الناشط السياسي عضو أمانة حركة رشاد، كنت معنا من جنيف عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك. نتابع النقاش مشاهدينا بعد هذا التقرير. السلطة تلوم المغرب على إثارة فتنة انفصالية كانت هي سباقة في إشعال فتيلها. وصفت الخارجية مذكرة المغرب لدول عدم الانحياز بالانحراف الخطير. وعدتها دعما مغربيا صريحا لحق تقرير مصير الشعب الإقبالي المزعوم. نددت بسعي المغرب للخلط بين مسألة تصفية استعمار ومؤامرة ضد الوحدة الوطنية. طالبت السلطات المغرب بتوضيح رسمي ونهائي بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة. وكانت الممثلية المغربية في نيويورك وزعت وثيقة تزعم فيها حق القبائل في تقرير مصيرهم. وثيقة أرادتها الممثلية المغربية انتقاما من الجزائر المؤيد للقضية الصحراوية. معارضون أكدوا أن السلطة تحصد ما زرعته من شرور ولا يمكنها أن تلوم أحدا إلا نفسها. وممارسات السلطة اللامسؤولة أول من قامر بالوحدة الوطنية وعرضها للخطر. في سعيها المحموم لتصفية الحراك راهنت السلطة على الفتنة الجهوية. حاصرت الحراك في كل المدن بالعنف المفرط وتركته في منطقة القبائل. اجتهدت المخابر في اتهام الحراك بالجهوية وهو اسمه بالإرهابي والانفصالي. سعي أكده الرئيس صراحة عندما وصف الحراك بأنه أصبح حراك أقلية. السلطة هي التي فتحت هذا الباب مشرعا، ففتحت عليها أبواب الانتقاد. السلمية قطعت قول كل خطيب، وكان الرد مدويا من تيزي وزو عاصمة الوحدة الوطنية. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفنا الأستاذ عبد الله أنس المحلل السياسي، التحق بنا هنا في الاستوديو، وأيضا دكتور إسماعيل معرف الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي معنا من الجزائر، نرحب به وأبدأ به المحور الأخير نقاشا. دكتور إسماعيل، كيف ترى هذه الخرجة؟ خرجة مفاجئة هكذا يراها كثيرون، غير منتظرة، هناك من ذهب بعيد قال غير مدروسة للمندوب المغربي لدى الأمم المتحدة. وطبعا هذه الكلمة قيلت في مؤتمر لحركة عدم الحياز حول تشجيعه لشعب القبائل هكذا سماهم على تقرير مصيرهم بأنفسهم. فأين تضع هذا الموقف الذي فاجأ حتى المغاربة في الوقت نفسه؟ تحياتي لك سي عثمان، وأيضا لكل المشاهدين الكرام، وتحية خاصة للأستاذ عبد الله أنس، وقبلها دكتورنا مراد دينا، وكل شرفاء بهذا البلد الذين يحملون الجزائر صراحة في قلوبهم ولديهم غيرة على أن الجزائر تبقى دائما عصية على هذا الخونة وهذه المرتزقة التي تحكمنا منذ 62 لغاية الآن. أنا تقريبا قراءتي هي عادية، وكنت أجبت عليها ربما البارحة من خلال قناة أجنبية كان معي الأخ مغربي، وقلت له يبدو بأن حكاية زوج جبغان أكرمكم الله والمشاهدين هي متواصلة مع المغرب والجزائر، لأننا نحكم بديكتاتوريات قمعية فاسدة ملكية في المغرب وعسكرية في الجزائر، وهم صراحة دائما يختلقون الأزمات حتى يلهون الرأي العام كل من الجزائر والمغرب. ولكننا الآن سأتكلم عن الجزائر لأن الشأن المغربي قضية تخص المغاربة، أنا أتكلم عن الشأن الجزائري. شوف سي عثمان، أنا شخصيا يعني أنا لم أفاجأ. لماذا؟ لكون أنه هذا النظام صراحة لا يمتلك إلا مشروع الفساد والقمع والتهجير وأيضا فكر المؤامرة وأيضا خدمة المتروبول الأجنبي الذي يحميهم من شعبهم، والذي أيضا سمح لهم بأنهم أيضا
يسوقون على المستوى الدولي. وسبق ايضا لهذا النظام انه اختلق الكثير من الازمات، ويحاول ربما عبثا ان يقول للجزائريين بانه الجزائر في خطر والجزائر لديها مؤامرة خارجية، والآن الفرصة. وأنا لا أستبعد حتى أن يكون ربما تنسيق بين المغاربة كنظام الملكي وهنا النظام في الجزائر في هذه المسألة، لأن بالنهاية هم عبيد للمستعمر القديم فرنسا التي لا تريد أن تذهب عن الحديقة الخلفية، ولا تريد أن يكون هناك تلاقي شعبين عظيمين كبيرين، الشعب المغربي والشعب الجزائري. وهذا التلاقي أكيد من نخبه الحية ونخبه أيضا المثقفة والواعية والمنتصرة أيضا لفكرة بناء مغرب عربي موحد مندمج اقتصاديا ممكن لسوق فيها 80 مليون نسمة أن تتحول لقوة اقتصادية. وبالتالي أنه هذا النظام في الجزائر الآن، ولو أنه يعني ربما لما نقول نظام يعني نعطوا شوية نبالغ في فكرة النظام سي عثمان، هذا المافيا اللي صراحة نهبت البلاد، ويمكن نقول تشوف الأستاذ مراد دهينا اسمه قدم قراءة رائعة جدا. يعني هؤلاء الذين كانوا يقدمون بأنهم حماة الوطن، وهؤلاء الذين كانوا يتشدقون بفكرة الدفاع عن الوطن، أتاري أنهم كلهم فاسدين. طيب من يقول لنا بأن هؤلاء الموجودين الآن ليسوا أيضا فاسدين؟ ربما سيأتي فريق آخر ثم نرى هؤلاء أيضا يساقون إلى السجون أو يهربون بالأموال إلى غدين. وبالتالي أنه هذه فكرة دائما أنك تخلق عدو مفترض. ربما لأن قضية العلاقة مع المغرب هو لغاية الآن، لأنه للأسف أنه فيه نخب بين قوسين، نخب يعني جامعية وسياسية إلى غدين، مشى في هذا الإطار. وشفت أنه حتى على مستوى صفحات الفيسبوك دكتور إسماعيل، كثير من ربما يعني لو وضعت نفسي محل المشاهد اقول دكتور اسماعيل يهون من الامر، يعني هذه ماهيش كارثه، ماهيش امر كبير، ولكن بالنسبه لي عمر هلال اللي هو مندوب المغرب في الامم المتحده وحركه ابن حياز نال وطال الوحده الوطنيه، نسيج الوطني الجزائري، يريد ان يشجع منطقه عزيزه علينا جميعا، منطقه القبائل، ويحرضها على الاستقلال، يقصد جماعه الماك اكيد، لكن لحديثه ابعاد ودلالات اخرى. فكثير من الجزائريين رفضوا ذلك وقالوا هذا استفزاز كبير للجزائريين ولا بد من الرد عليه وما الى ذلك. طيب الذي يرفض صراحه يعني ايضا ان يرفض الحكم القمعي الدكتاتوري، لانه هذه الجزائر الان هي بلد ديمقراطي، الجزائر بلد مؤسسات. هل ان الشعب الجزائري لديه الحق صراحه ان يقول كلمته؟ هل لديه الحق للجزائريين ان يختاروا رئيسهم، ان يختاروا برلمانهم، ان يختاروا حكومتهم، أن يحاسبوا هذه الحكومة، أن يحاسبوا كل القطاعات سواسية بدون لا رقيب ولا واحد ربما يستعمل قضية فكرة أنه المؤسسات الحساسة إلى غدين؟ هذا الشيء مش موجودة. وبالتالي هؤلاء الذين يدافعون عن هذا أو يقدمون موقف ضد هذا المغربي، بالنسبة للقضية التي تعنيني أنا انه لما يكون في نظام قوي في الجزائر، نظام يميل الى الوحده ولا ربما يساهم هو نفسه الوطنيه، انا في اعتقادي هي اعطاء فرصه للاخر بانه في نظام ممكن انه اجراء انتخابات بدون منطقه كامله، ما نقولش بدون منطقه كامله عفوا، بدون ولايتين كامليتين، بدون جزائريين موجودين في مناطق في ولايتين معينتين. هذه من ناحيه. ومن ناحية ثانية، وأنه هذا الخطاب اللي نشوفوه في داخل النظام في الجزائر، هذا الخطاب العنيف، الخطاب اللي ربما أنا شخصيا عدائي ضد الشعب الجزائري، يعني شخصيا لازم تكون أستاذ في الجامعة، لازم تصفق وتشيد باش تحظى بالاحترام، وباش أيضا يحق لك أن تتكلم في قنوات هي من المفروض وطنية وجزائرية ومن حقي، ولكن لابد أنك أنت ما تقولش كلمة الحق، ما تكونش جزائري وطني من يعني ما زال فيك دم الشهداء، وما زالك تشوف بعين الرؤية السديدة، لأن الأوضاع تاع البلد أوضاع كارثية. اليوم بعد تقريبا دكتور إسماعيل الصوت بدأ يتقطع، سيعود إليك الزملاء لضبط الصوت حتى نستمع إليك بوضوح. تكرم بالبقاء معنا. أستاذ عبد الله،
ما رأيك في هذه الخرجة لمندوب المغرب؟ هناك من يرى هذا الموقف موقف انتقامي من السلطات الجزائرية، طالما أن الجزائر السلطات الجزائرية تدعم ملف الصحراء الغربية، وهناك من يرى العكس يقول هذا الموقف هو الذي سيزيد الأمة تفتيتا أكثر ما هي مفتتة، أكثر ما هي مقسمة. يقول لك هذه تجزئة المجزئة وتفتيت المفتت. الاستعمار الفرنسي خرج وصنع على ذلك الحدود، رغم أن الشعب هو شعب واحد بين المغرب والجزائر، لهم دين واحد، لغة واحدة، عادة وتقاليد واحدة. في هذا الموقف كأنه صب للزيت على النار. أشكرك أخي عثمان وأشكر مشاهديك الكرام. أنا خليني بين هاتين المقاربتين اللي أنت تفضلت بهم. إيه؟ النقاش هنا ينبغي أن يفصل بين السلطات وبين مشروع الشعوب، بين مقاربة الشعوب. السلطات في كلا البلدين لا أعتقد وإلى أن يكذبه المستقبل، لا أتصور أن الشعوب الآن هي التي ترسم هذه المقاربات لنوعية العلاقة التي تحكمها ببعضها مستقبلا. لأنه باختصار أن لما أنت تقول هذا مشروع الشعب المغربي أو هذا مشروع الشعب الجزائري أو هذا مشروع المملكة المغربية أو الجمهورية الجزائرية، هذه يلزمها أن تكون البرلمانات في هذه الدول منتخبة، وبالتالي عندما يتم تصعيد من هذا النوع هنا الخطورة، لأنه يمثل توجه الشعوب بالحكومات الشرعية، وهذا ليس موجود والحمد لله. يعني بمعنى هذه المقاربات ليس للشعوب فيها لا ناقة ولا جمل. فإذا نحن نتكلم الآن عن السلطات، يعني السلطة في هذا الطرف والسلطة في الطرف الآخر. خلينا نبدأ. أنا عندي جملة من الملاحظات، ربما أكتفي بملاحظتين. فضل. عن السلطة اللي هي انتاعنا لبلادنا اللي نعاني منها، وملاحظتين عن السلطة في الجانب المقابل اللي هو في المملكة المغربية. أولا هذا النظام، هذه ربما كلمة كبيرة، أنا أثني على ما تفضل به أخي إسماعيل، دكتور إسماعيل، النظام كبيرة على هذا، يعني هذه السلطة القمعية، هذه المجموعة، هذه السلطة التي تسلطت على رقاب الشعب الجزائري في الجزائر. أنا في تصوري آخر من يتكلم عن اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية هذه السلطة. وطبعا هل هذا تجني؟ هل هذا اتهام لا يستند على حقائق؟ لا، خليني، ربما حلقتك لا تتسع لهذا، لكن خليني فقط أقول لك، أنا لا أتكلم عن 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40 سنة قبل، أنا أتكلم فقط على عام ولا عامين قبل. شكون اللي جاء وفجر قنبلة تشتيت الجزائر بتوصيف مجموعة من المواطنين من أصول جزائرية أبا عن جد، وطلق عليهم الوصف العنصري الزواف؟ أليست هذه السلطة؟ طيب هل تتحملون مسؤولية هذا الانفصال أو هذا التقسيم الوطني قبل أن تغضبوا أو تبكوا ضد مهني وعليه ما يستحق، يعني لأنه لا نسمح له ولا يسمح له أحد أن يتدخل في فصل الجزائر، سوف نعود إليه إذا بقى لوقتكم، لكن قبل أن تتكلموا عن مهني أو تتكلموا عن الجهات الأخرى، أنتم نفسكم عندما تأتي إلى شريحة في داخل المجتمع الجزائري وتبدأ تقسم في الجزائري، الزواف هذا، تصور أنت لو كان مجاش الشعب الجزائري واعي وموحد وينبذ الجهوية وينبذ الانفصال وينبذ التقسيم، خلاص أنت قسمت الجزائر. أنت جيت عن شريحة سميتهم الزواف، وأنت لم تقصد المناقب، أنت لم تقصد المحاسن، أنت قصدت الذم، أنت قصدت الإهانة بهذه الكلمة، أنت الزواف. يا سيدي هذا الزواف خلينا نقول 1%، 1000، 2000، 10000، 200000، 500000، أنت تستغني على هذا العدد وتدخل معه في صراع في داخل الوطن. هذه الكارثة الأولى. سلطة تدعي هذا الادعاء، هل يحق لها بعد ذلك أن تدعي الوحدة الوطنية وتعمل يعني تعمل رنة وطنة على الخارج؟ رقم 2، مواطن جزائري ينتمي إلى ثقافة معينة في منطقة معينة، وأنت تعلم حتى على مستوى الفولكلور، على مستوى اللباس، على مستوى الأكل، على مستوى الأغاني، على مستوى الأهازيج، على مستوى حتى الطعام، حتى على مستوى الموسيقى، على مستوى اللهجات. في جهة
عندهم راية بالنسبة لهم ترمز إلى هذه الثقافة نتاعهم. جيت أنت وفتحت أبواب السجون ومنعت الناس على هذه الراية، هل هذه دعوة للوحدة الوطنية ولا دعوة للتفرقة الوطنية؟ والكارثة الأكبر، نزيدك الكارثة الأكبر، أنت الآن عندما مجموعة من أبناء الجزائر الأحرار إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحد، لكن أحرار أولاد الجزائر في كندا، في فرنسا، في الحراك سلم، في بريطانيا، في بلجيكا، في ألمانيا، في سويسرا، في كل مكان من خيرة أبناء الشعب الجزائري ذكور وإناث، عندما أعلنوا مساندتهم للحراك وللتغيير السلمي في الجزائر، القرار إيش كان؟ هؤلاء عملاء، هؤلاء مرتبطين بالأجانب، هؤلاء مخربون، هؤلاء إرهاب، هؤلاء كذا، وسحبت منهم الجنسية. سحبوا الجنسية من مواطن لولا أنهم تداركوها، لأنهم يعني حشموا على أرواحهم وشافوها خزي وتداركوها قليلا، لكن تعطيك العقلية الانفصالية، أو دي العقلية الانفصالية راهي في القرار في الداخل، العقلية الانفصالية اللي راكم تتكلموا عليها راهي موجودة، راهي معشة في الداخل. عندما تأتي وانت تقول عشرات الآلاف بل الملايين، نسيت الرقم بالضبط، يعني ربما 3 أو 4 أو 5 ملايين أظن أولاد الجزائر الذين يدرون على أهاليهم في الجزائر بالعملة الصعبة، ممكن يصل العدد إلى 5 ملايين بجرد قلم هؤلاء عملاء الخارج، جردهم من الجنسية. هذه دعوة للوحدة الوطنية ولا دعوة للانفصال؟ فإذا هذه الرسالة الأولى لهذه السلطة الجزائرية، أنت أيتها السلطة آخر من يتكلم عن الوحدة الوطنية، لأنك أنت مرغتها على الأرض. طيب. رقم اثنين باختصار أقل من دقيقة. فضل. الشعب الجزائري راه فايق بك أيها النظام، الشعب الجزائري راه فايق بك. من 22 فبراير 2019 فاق بك باللي أنت راك حابب الورطة اللي راك فيها مع الشعب الجزائري بهذه الطريقة السلمية، بهذه الجدية، بهذا المشروع الذي لا يحيد الشعب عنه إلا إذا حقق دولة القانون ودولة الحريات، أنت حاولت أن تثنيهم بمجموعة من اتهامات الواهية الفاسدة، دحدوح، زواف، راية، رشاد، إرهاب، قوة أجنبية، المخزن، المغرب، تركيا، مجموعة، كل ذلك بغية أن يدفع الحراك إلى زاوية رد الفعل والعنف الذي لا يتقن غيرها إلا هو، النظام لا يتقن شيئا إلا العنف. لذلك على الشعب الجزائري أن يدرك، وهذا ألزمه به نفسي ولا أقوله كحكم نهائي، لكن لا يلزمني أحد أن أغير رأيي عن هذا النظام. كونوا على يقين أنه إذا رأى الشعب، وقد رأى الشعب أنه مصمم على أخذ حقوقه، تعود لي، سوف لن يدخر أي جهدا، حتى لو دخل الحرب، دخل الجزائر في حرب مع دولة في الخارج، حتى يقول لك خلاص نحن في حرب مع الخارج، وبالتالي لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص، وهذه أقبور الشهداء، وهذه منش عارف، والتلفزيون يغطي ويغطي على الأزمة الداخلية. فإذا هاتين رسالتين بالنسبة للنظام، السلطة الجزائرية. بالنسبة للسلطة في الطرف الثاني، إذا عندك وقت سأعود إليك. دكتور إسماعيل من جديد، ألا ترى بأن ما صدر عن مندوب المغرب بمثابة الهدية الثمينة النفيسة بالنسبة لسلطات الجزائر؟ حبيت نقول لك هذاك المثل الفرنسي يقول سيلو كازونو باراتي بالنسبة للسلطات، هي محاصرة اجتماعيا من قبل هذه الجبهة الاجتماعية اللي هي على صفيح ساخن، بل تحت لهيب مستمر الآن في جنوبنا الكبير، مسيرة الحراك السلمي، الاحتقان، الرفض، الاحتجاج تقريبا كل يوم في الجزائر، ها هي هذه الهدية تأتي من المغرب، وبالتالي فإن السلطات ستجد ذلك هدية بالنسبة لها للدفاع عن الوحدة الوطنية، للظهور بمظهر أنه قالت هذا للجزائريين من زمان، أنه الجار يدعم حركات انفصالية، وقد وقفت أنت ذلك في افتتاحية الجيش لما تطرقوا إلى ذلك، وكثير من المراقبين قالوا هذه مبالغة، المغرب لم يتطرق لهذا أبدا، لكن الآن أكيد أن النظام مثل ما يقول كثير من المراقبين أنه سيجد في ذلك هدية له لجعل كل الوجهات النظر تتعلق فقط بالمساس بالوحدة الوطنية من قبل الجار. ما أعتقدش أنها هدية، يمكن ربما هدية مسمومة، لأن علاش؟ إيه؟ كما كان يقول أستاذنا عبد الله أنس، تقريبا الآن صار كبير عند الجزائريين، من الرأي العام أصبح يعرف ألعيب هذا السلطة، إيه؟ ومهما كان هذا الخزعبلات التي تحاول أن يقدمها
ويستغل مثلا هذا الصراع بين هذا النظام مع النظام المغربي، ويحاول ان يوظف هذا الصراع وهذا النزاع في الداخل. ما اعتقدش انه في جزائري واحد الان اصبح غير واعي، وثم انه حتى ربما يمكن انا عندي فكره مغايره فيما يخص الكثير من الجماعات التي تصفها النظام في الجزائر بانها ارهابيه وانها ايضا مخالفه للوحده الوطنيه بما فيها فرحات مهني، لكن لابد نعرف بانه كل هؤلاء هم ضحايا لهذا منظومه الحكم. يعني لو كان فيه نظام ديمقراطي، نظام خارج من الاراده الشعبيه، ونظام ايضا لديه مشروع دوله مش فقط مجموعه كيف يمكن لها ان تبقى في الحكم وخلاص. وبالتالي انه الان يمكن حتى الاخوه في المغرب صراحه يرتكبون الحماقات ضد وراء الحماقات، وبدا الان بان النظام في المغرب صراحه هو نظام يعني يمكن ما يختلفش عن النظام في الجزائر، يمكن اكثر عماله واكثر سفاله بالنسبه للقوى الامبرياليه والمتصهينه الى غير ذلك. وبالتالي انه بدل من انه ربما يحاول انه يربك يمكن هذا النظام مع شعبه، فتقريبا انه جيم اوفر كما يقولوا، الشعب في جهه اخرى، الشعب الان هو مصر على انه ربما يناضل من اجل انه هذه العصابه تذهب على الحكم، يناضل من اجل ان هذا البلد الذي حولته هذه العصابه الى سجن كبير، لابد انه هذا السجن انه ينتهي، ولابد انه الجزائريين تشرق عليهم شمس الحريه. ثم نقطه اخرى مهمه جدا، واليوم النظام مهما دار من الاعيب، ومهما بالمناسبه حتى في الجنوب، انه ربما في قراءات تقول بانه حتى في الجنوب نظام وراء هذا الفكره، لان فيه الان صراع عصب داخل النظام. هناك من يقول بانه هؤلاء تم تهميشهم من طرف منظومه معينه في الجنوب، وبالتالي اليوم هم ينتفضون ضد هذه المنظومه وينتفضون ضد النظام، وهم تقريبا ليس لهم علاقه بالحراك بل لهم علاقه باوضاعهم الاجتماعيه الى غير ذلك. شوف النظام كيف يستعمل مقاربات ويستعمل ايضا بعض من الحيل الخبيثه، كل ربما لفكره بسيطه وهو انه يبعد عن نفسه مسؤوليه الدمار الموجود في البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. لان اليوم الجزائري في الداخل صراحه يشعر بانه ليس هناك دوله، ليس هناك مؤسسات، لا خطاب سياسي مقنع. لان اليوم لما نشوف خطاب تبون، انا حتى ما قدرتش نقول الرئيس، وانا نشوف تقريبا العسكر الموجودين في نشره الاخبار من 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 يمكن الدقيقه الاولى حتى نهايه النشره الى غدك، تشعر بانه هؤلاء الذين يديرون البلد صراحه انا فقير، يعني ما عندهمش علاقه لا بالتسيير ولا برؤى ربما البلد من ازمه الى غير ذلك. وتعودنا سي عثمان من زمان على هذا العصابه، الله يصفي الحكم. وبالتالي انه الان مهما كان الاعيب، ما كانت ايضا مشاريعه وبرامجه الى غير، فاعتقد انهم تقريبا ما زالوا على الهامش. واليوم تعرف انه لما شفنا الانتخابات التشريعيه بتلك الضآله، وشفنا ايضا الحكومه كيف تولدت بهذا ايضا المستوى الغير لائق بدوله فيها كل الامكانيات في الداخل والخارج وفيها كفاءات الى غير ذلك، ثم انه الان تقريبا النظام معزول، لولا فيه قمع وفيه ايضا، بالمناسبه لابد ان نتكلم على هذه الفكره، وهي انه اليوم النظام الحالي ارتمى في احضان الصهيونيه، وارتمى في احضان من خلال علاقته بمصر السيسي، من خلال علاقته بالسعوديين الى غير ذلك والاماراتيين، وبالتالي انه النظام يريد ان يبقي على 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 على, على يبقي فقط على عناصره في داخل الحكم، ولكن قضيه الشعب. انا اليوم فقط نكتشف انه مثلا حتى كلاب ديبان لنادي الصنوبر اللي فتحوه امام المواطنين اعيد اغلق، والان لا يمكن ان يدخله الجزائري. يعني ها شوف هذا التلاعب بمشاعر. طيب يا دكتور اسماعيل، نختم الان بموقف الحراك الشعبي السلمي. ابناء الحراك الشعبي السلمي
ناشطو الحركة الشعبي السلمي يرون في هذه السلطة سلطة حاقدة مستبدة لا يمكن أن تدافع عن الوحدة، وبالتالي ليست جديرة بالدفاع عن الوحدة الترابية، هكذا يقولون. ما دليلهم في ذلك؟ يقولوا أن الوحدة الوطنية خط أحمر عندنا الآن، والآن بالنسبة لهم تيزي وزو هي التي تحفظ الوحدة الوطنية، بدليل أنه يجيوا من شتى المناطق من شتى الولايات للمشاركة في مسيرتها الأسبوعية. ثم يقولون ألم نطلب الاستقلال منذ سنتين ونحن نرفع هذا اللافتة ونقول الشعب يريد الاستقلال، وبالتالي فأنتم لستم جديرين بالدفاع عن الوحدة الوطنية. لهذا الحد، لهذا الحد أو لهذه الدرجة وصلنا؟ الحراك أبطل كل ألعاب هذا السلطة، وأبطل مفعول كل من يريد أنه يجعل من شعب. بالمناسبة الحق أن الجزائر لديها عنصرين أو متغيرين يحفظون لها ديمومتها الوحدة الوطنية إلى الأبد، إلى أن تقوم ساعة. لدينا الإسلام كمتغير أساسي، نحن مسلمون، وهذا في الجزائريين في هذا المجال الحمد لله. والنقطة الثانية ثورة التحرير، المستعمر الفرنسي لما جاء قنبلنا في كل المناطق، والمستعمر لما بعد الاستقلال بقي ينظر إلى الجزائر صراحة بنفس النظرة، ولا تهمه من يكون قبائلي أو شاوي أو عربي أو كذي. وأنا شخصيا مرة كنت مع جاك لونغ وزير الثقافة الفرنسي السابق ومدير معهد العالم العربي، وتكلمنا بصراحة، والشيء اللي سمعته منه أنه فرنسا لا تنسى الذين وقفوا ضدها في عهد الحرب التحريرية وأخرجوها إلى غدين، فهؤلاء هم يبقون أعداء. ونتكلم على القبائل والشاوية وإلى غدين الذين ساهموا في ثورة التحرير، بالمناسبة كل الجزائريين ساهموا يعني ما شاء الله. وبالتالي أنه الآن الحراك ب 22 فبراير جدد الولاء للوطن، جدد الولاء للوحدة الوطنية. نعم. ويمكن حتى احنا بالنسبة لنا لما كنا نمشوا الحراك في كل الولايات الى غدك، ما فيش حتى لو كان يعني في بعض من يعني سلوكات معينة الى غدك، ولكن بالنهاية معزولة، ولكن بالنهاية احنا كسبنا من خلال الحراك جزائر حقيقية. الحراك اعاد للجزائر، الجزائر صراحة قدسيتها ووطنيتها وحبنا لهذا الحراك. تقصد الكرامة. مهما كان النظام فعل لا أعتقد أنه سينجح في هذا المآل. شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل. دكتور إسماعيل معرف الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي، شكرا جزيلا لك. نتابع مشاهدينا نص بيان وزارة الخارجية تنديدا واستنكارا طبعا لهذه التصريحات الصادرة عن مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة. في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، قامت الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي الذي حسب المذكرة المذكورة يتعرض لأطول احتلال أجنبي. يشكل هذا الادعاء المزدوج اعترافا بالذنب بخصوص الدعم. هذا هو سيد عبد الله، كنت تستمع لهذا البيان صدر الخارجية الجزائرية، استنكار وتنديد بما حدث، وكذلك حتى مواقع التواصل الاجتماعي فعلا هي مشتعلة، قالوا هذا موقف غير مدروس، موقف انتقامي، لا يمكن للجار المغربي أن يخرج بهذه الخرجة. فماذا يمكن أن نقول أو بماذا يمكن أن نختم من عبر فعلا أنا قرأت البيان تاع الخارجية الجزائرية، وربما يعني لست أدري يعني يوافقني من يسمعني أو لا، فيه البيان فيه لمسة هكذا مليئة بخطوط الرجعة، يعني البيان ليس شديد اللهجة، تحس كأنه يعني فاتح الباب، وصفه ما حدث بالانحراف الخطير لخطوط الرجعة، يعني تحس أنه بين السطور لما تقرأ في خطوط. وأيضا بالمقابل ممكن إذا فيه يعني يتم تدارك أن هذا كلا السلطتين تغرد خارج السرب بالنسبة لتطلعات الشعوب. أنا كنت تكلمت في بداية الشطر الأول عن النقطتين اللي تخص النظام الجزائري وأنه غير مؤهل ومشكوك فيه ولا يؤتمن على الوحدة الوطنية، وبدل الدليل في 100 دليل. كذلك ألست أدري من ربما مثل ما قال، هل هو الخارجية رسميا، هل هو هذا موقف
يعني الملك مباشرة، ما زال حتى لو تلاحظ فيه يعني ليس فيه تصنيف دقيق، ولذلك الخارجية قالت ننتظر توضيحا، يعني موجود في البيان الخارجي، بيان موجود قال ننتظر توضيحا، وهذا ما يدل أنه قد يكون هناك ربما تدارك لهذا الأمر من جديد ومن الطرفين. لكن لا، هذا لا يفوتنا أننا نقول أنه هذا التصريح أو الوثيقة التي توزعت ما وفقت نهائيا فعلا يعني إخفاق كلي، بمعنى أنها بدل ما يعني تصفي مشكلتها مع السلطة القائمة التي يقودها العسكر، فتحت باب جهنم مع الشعب. يعني أنت عندما تتكلم على يعني تصطف مع فرحات مهني في قضية أنه هذه المنطقة لابد أن تنال استقلالها، أنت كأنك تقول لي خلينا نبسط الأمور، أنا مواطن من الجزائر ولا ربما من 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 الغرب الجزائري من سيدي بالعباس، ولا ربما يسمعني الثاني من سكيكدا ولا من لغواط ولا من جلفة ولا من سلف من شلف، ويتصور لو قدر لهذا المشروع أنه ينجح في المستقبل، ها كنت ضريتني أنا مباشرة، أنا ضريت مباشرة ناهيك عن الجزائر محكومة بالجنرالات وما تصلحش، أنت ضريتني أنا، أي بمعنى الانفصال. أنا الآن أمسك سيارتي من سيدي بالعباس نسوقها نروح لتيزي وزو، بعد ساعتين ولا ثلاثة أربع ساعات أنا في تيزي وزو نخلص خدمتي ونولي، واحد من تيزي وزو يمسك سيارته يروح للصيف يخلص خدمته ويولي. المشروع المشؤوم هذا ولن ينجح إذا كان تم الانفصال، معناه كأنك تقول لي في المستقبل أنه هذا المواطن اللي ساكن في تيزوزو ولا في بجاية في بلاد القبائل كما عبر عنها هذا السيد، أنه يحتاج لازم يصرف العملة ولازم يأخذ فيزا ولازم يأخذ يمر على المرور، بالتالي أنت دخلت في معركة مع المواطن، وهذه المعركة المواطن الجزائري بحد ذاته أنت مسيته، وبالتالي لست أدري أين الحكمة هنا، في حين أن النظام الجزائري بأمس الحاجة إلى يعني هو لو ترصد الاتهامات التي يكيلها ضد الحراك هو يقول المغرب الخطر، هكذا قالوا أنت جيت في مجلة الجيش، أنت الآن جيت وأكدتها، فأنت هل قربت من الشعب ولا قربت من العسكر؟ أنت قربت، أنت أعطيت فرصة ذهبية للعسكر ضد الحراك لأنك تمسيت الحراك، وبالتالي لست أدري يعني منش عارف ارتجالية ردود الأفعال وكذا، الشعبين عمرهم ما خسروا بعضهم، وأنت هذا التصريح بالدعوة لفصل منطقة سميتها منطقة القبائل، أنت مسيت بالوحدة الوطنية، أنت اصطفيت مع العسكر، وأنا استغربت اليوم واحد بعفوية، والله أخي عثمان واحد بعفوية اليوم اللي تكلم أنا وياه من المتابعين للشعب الشأن الجزائري قال لي شيخ عبد الله يعني عندي واحد القراءة لكن ما تضحكش عليا لو كان نقولها لك، قال لي زعما ما يكونش هو هكذا شوية ببساطته، قال لي زعما ما يكونش المغرب متآمر مع العسكر باش يعطي لهم هذه الحجة على أساس أنه الحراك هذا باش يتلهوا به باش يتلهوا به وباش يقمعوه وباش كذا وبالتالي يساعد، طبعا هي يعني قراءة بعيدة ولكن قراءة كانت يعني هذه الدعوة كانت غير موفقة، غير موفقة ما لها حتى معنى، لأنها دخلت في معركة مع الشعب الجزائري ما عاش مع السلطة، فبالتالي لست أدري يعني غير موفقة. نتمنى أن تكون سحابة صيف مثل ما يقولون، والمغرب يتدارك خطورة ذلك ويعتذر، ولما لا يعتذر للجزائريين، لأنه وحدة الصف وحدة الجزائر هي خط أحمر فعلا بالنسبة للجزائريين جميعا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. شكرا طبعا لضيفنا الأستاذ عبد الله ولباقي ضيوفنا الكرام.